أرحب بضيفي الذي ينضم معي هذه الأثناء عبر خدمة الهاتف، الزميل العزيز الأستاذ عبد الناصر الناصر، وهو مرافق إعلامي مع منتخب الشباب في مدينة جدة. عبد الناصر، أسعد الله مساك بالخير وأهلا وسهلا فيك، سعداء جدا في وجودك معنا لأول مرة في برنامج زوايا الملاعب، ونريدك تضعنا عن استعدادات، يعني بصورة عامة عن استعدادات منتخبنا الوطني للشباب بمدينة جدة. مساء النور أخي علي حميد الإعلام المتميز الرائع، أهلا وسهلا، ونشكر قناة عدن الشرعية أهلا وبالذات برنامج الرياضي زوايا الملاعب على هذه الاستضافة وعلى المداخلة. أهلا وسهلا. المنتخب الوطني للشباب وبعد أقدم مستويات رائعة في بطولة كأس العرب تحت سن 20 سنة وبعد مشاركة ناجحة وإيجابية كل المقاييس. الآن منتخبنا الوطني في هذه الفترة الحالية يذكر خارجيا في مدينة جدة، نعم، والاستعداد يسير حسب البرنامج الزمني المعد من قبل الجهاز الفني، وهو مدير الجهاز الفني المدرب الوطني الكابتن محمد صالح النفيعي. نعم، الاستعداد جيد وعلى ما يرام وجيد جدا، ونحن اليوم نتقفل معي الآن على الهواء وأنا الآن أشاهد مباراة منتخبنا، أولى مباريات منتخبنا اليوم وديا، وأنا شاهد أمامنا في الملعب بين منتخبنا الشاب الطامح والمتطلع للطموحات ونادي جدة الرياضي بالسعودية، هو أحد أندية الدرجة الأولى للمملكة العربية السعودية ومن أفضل الأندية في الدرجة الأولى. فالاستعداد زي ما قلنا الاستعداد جيد وماشي بالطريقة الصحيحة والطريقة الطيبة واستعدادا وإعدادا وتأهبا وتجهيزا للتصفيات القادمة، وهي تصفيات منافسة الآسيوية، نعم، التي يستضيفها مدينة لاوس أو جمهورية لاوس، نعم، في الشهر القادم، يعني شهر 9 يعني تقريبا بعد حوالي 3 أسابيع تنطلق المنافسات التصفيات الآسيوية بإذن الله تعالى. نعم عبد الناصر، قلت طبعا احنا نسجل حلقة اليوم الثلاثاء وستعرض غدا ان شاء الله باذن الله الاربعاء، قلت انك الان متواجد في ارضية الملعب، بدأت المباراة ولا لسه؟ نعم بدأت المباراة، انا شاهد المباراة، بدأت الان المباراة لا اكثر من 10 دقائق تقريبا او ربع ساعة، وما زالت النتيجة 0-0 يعني، ولكن من ناحية الاداء او اللمسة الاولى مع صفرة الحكم في هناك تميز لنجوم ولاعبي منتخب الوطني الشباب، ولكن نحن اليوم نلعب بلاعبين الاحتياط وليس لاعبين الفريق الاول، يعني الان المدرب يلعب بالتشكيله الاحتياطيه وليس التشكيله الاساسيه من باب تجريب نعم. ومعرفه والوقوف ايضا على امكانيات اللاعبين الذي لم يشاركوا في المباريات الماضيه في التفكير في تصفيات بطوله العرب. نعم بالطبع المدرب يجرب اكثر من لاعب من اجل التصفيات الاسيويه ومن اجل التجهيز والاعداد، يعني حتى نعم. اللاعبين اللي ما لعبوش في بطولات كاس العرب يتم تجهيزهم الان عبر مباريات وديه، وايضا ليس هذه المباراه الوحيده اللي ستكون وديه، ولكن هناك مباريات وديه كبيره خلال الجهاز الفني، والان نحن في تواصل الان الجهاز الفني واتحاد الكره اليمنيه تمام واداره والاداره المنتخب مع انديه كبيره مثل الهلال مثل الاهلي مثل الاتحاد، تكون مباريات من هذه الانديه على قريبا، والان يسجل منتخبنا الهدف الاول، الان منتخبنا يسجل الهدف الاول على نادي جده الان في اللحظه هذه. نعم. نعم. الآن عبد الناصر، هل منتخبنا الآن يلعب مع الفريق الأول في نادي جدة ولا مع الشباب؟ لا مع الفريق الأول أكيد، طبعا الفريق الأول. مع الفريق الأول بنادي جدة. ممتاز. أنا أقول هكذا نعم. الآن سجل الهدف منتخبنا 1-0 للمنتخب اليمني. ممتاز. طيب عبد الناصر، هل المباريات الودية إذا ما لديك معلومات وتفاصيل في هذا الجانب ستقتصر مع الأندية السعودية فقط، أو يمكن نشاهد خلال الأيام القادمة مباريات مع منتخبات مثل المنتخب السعودي، منتخبات خليجية وعربية أخرى؟ والله في البرنامج المعد من قبل الجهاز الفني نحن احنا ممكن نعمل مباريات الآن مع المنتخبات، واحتمال كبير متوقع أن يكون معنا مباراة ودية إن شاء الله قريبة حوالي بعد أسبوعين بالضبط أو قبل 10 أيام بعد 10 أيام مع المنتخب السعودي شخصيا، ولكن ستكون المباراة ليس في جدة وإنما احتمال كبير بتكون
في الدمام. هذه من مباراة الكتب الانتخابات. وهناك تنسيق أيضا مع المنتخب البحريني، ولكن حتى هذه اللحظة لم تتضح معالم المباراة مع المنتخب البحريني. ولكن المنتخب السعودي تواصل معنا شخصيا ونتواصل معنا، ونحن في أتم الاستعداد والجاهزية لخوض أي مباراة مع أي منتخب. منتخبنا جميل، منتخبنا يمتلك توليفة متجانسة من أفضل اللاعبين اليمنيين الشباب الموهوبين الطموحين، وسيكون لهم بإذن الله تعالى إذا وجدت الرعاية والاهتمام سيكون هذا هو منتخب المستقبل الكرة اليمنية بإذن الله تعالى. بإذن الله عز وجل. طيب حدثنا عن طبيعة المعسكر، يعني هل الأمور ماشية إن شاء الله بإذن الله على ما يرام، أو هناك بعض الاحتياجات تنقصكم؟ ما هي إذا في بعض الأمور نريدك أن تضعنا في التفاصيل؟ يعني والله المعسكر يصير كرة طيبة جدا وجيدة جدا، ويعتبر أنا في المعسكر يعني من أفضل المعسكرات الآن، والحمد لله الآن نعمل كلنا الفريق واحد، من الجانب الإداري إلى الجانب الإعلاني إلى الجانب الطبي إلى الجانب الفني إلى جانب اللاعبين، نحن نعمل يعني بروح الفريق الواحد من أجل إنجاح معسكر، والمعسكر يعتبر بنسبة 80% من النجاح يعني نعم. من العمارة. يعطيك ألف عافية. ونحن أيضا لا ننسى كل الجهود المبذولة نعم. التي تبذلها قيادة الاتحاد الكرة اليمنية ممثلة برئيسها الناجح وربانها الشيخ أحمد صالح عيسي، الذي يولي كل المنتخبات الوطنية لفئاتها كل الرعاية والاهتمام والدعم، ونشكره على كل هذه الجهود المبذولة لهم. نعم شكرا كثيرا لك، وضحت الفكرة. يعطيك ألف عافية الزميل العزيز عبد الناصر الناصر، وأنت مرافق إعلامي مع منتخبنا الوطني المعسكر.